عزيزتي المتابعة، مرحبا بك في قناة سحر الكروشيه المغربي تركواز أكادير. اقتراحي لك اليوم في هذا الفيديو عبارة عن جلابة ديال الملفة في الزراق لعاشقات اللون الأزرق. أنا تعجبني وني ما تيجيش معايا للأسف. اللي تعجبها اللون الزرق كنقدم لها هذا الاقتراح. الزواقة اللي خدمت بها هي الزواقة ديال جلابة ساحرة الموديل الإسباني اللي جديدة، ومازال يلا تتعرف على القناة هذه الطريقة كيفاش أنك تصوبي بحال هاد الجلابة. راه متوفرة على القناة، ديري غير جلابة ساحرة من الموديل الإسباني تركواز أكادير، وغادي تخرج لك سلسلة تعليمية ان شاء الله باش انك تنجحي انك تصوبي الجلابة ديالك والقفطان. وكاينين بزاف تزواقات مقتبسة من نفس الشكل، وباقي ان شاء الله كاينين شي شكيلات اخرين ديال هاد الزواقة الى تحت لي الفرصة نقدمهم لكم. نفس الزواقة ديال الصدر هي نتلف الكميمات، ها هما كيجيو غزالين، ها هما منبتين بالعقيق. هذا رقم ثلاثة، والحجيرات هاد الشميشات بالسبورة تقدري تعوضيهم بأي حاجة أخرى كتعجبك. الضريس مربعات المائلة، سهل ماشي صعيب هذا. ثم بالنسبة للهبطة لتحت كاينة الملاقية الساحرة، سميتها الملاقية الساحرة، تعني ترى غزالة وساحرة وزوينة. دونك هادي كيما جبتها من المصلوح مازال يلا تنحلها، غادي نمشي نلبسها المانكا. خليك معايا باش تشوفيها كي جات ملبوسة على المانكا. ما كرهتكش عزيزتي المتابعه، كما كنقول لك دائما انا كنشوفكم من خلال التعليقات. نتوما راه تتشوفوا الخدمه، تتشوفوا خدمتي انا من خلال الدروس، من خلال العروض، من خلال الصوت ديالي، الشرح ديالي. انا تنشوفكم من خلال لي كومونتير، هذيك هي النافذه باش تنطلع عليكم. خلي لي كومونتير، قولوا لي كيجاك هاد كيجاوك الالوان. في الحقيقه الزواقة فايت لي قدمتها شحال من مرة ونالت الإعجاب ديال الآلاف والآلاف، ولكن اللوينات أنا فايت لي قدمت التكشيطة إلا عقلتو عليها، تكشيطة ساحرة نيت بالزرق وبالقري، كانت هي في القري الرمادي من الفوق والتحتي في الزرق إلا عقلتو عليها. وبغيت نعرف حتى هذه الرأي ديالكم فيها شنو هو، خلي لي الرأي ديالك بصراحة عزيزتي المتابعة. نخليك مباشرة مع العرض على المانكا. كنتمنى لك فرجة ممتعة، إلى اللقاء في فيديوهات مقبلة إن شاء الله، فيديوهات تعليمية أو لا استعراضية. شكرا لك مرة أخرى، السلام عليكم.